الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا حول ان الائمه عليهم الصلاه والسلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون شيئا الا بعهد من الله عز وجل وكان حديثنا حول وصيه الرسول صلى الله عليه واله الى الائمه وان هناك وصيه نزلت من السماء في كتاب على رسول الله صلى الله عليه واله وان رسول الله صلى الله عليه واله سلم تلك الوصيه الى امير المؤمنين علي عليه السلام ومنه إلى سائر الأئمة. هذه الوصية كانت كتابا مسجلة لكل إمام ختم حينما يقوم بالأمر يفك ذلك الختم وينظر ما في الوصية ويعمل بها. في الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف تفصيل نزول هذه الوصيه على رسول الله، وتفصيل اخذ رسول الله صلى الله عليه واله العهد من امير المؤمنين عليا بالوفاء بما في هذه الوصيه. قسم من هذا الحديث الرابع تلوناه في الحلقه الماضيه، وقسم اخر من هذا الحديث نتلوه في هذه الحلقه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا علي اخذت وصيتي انما قال وصيتي مع انها وصيه الله لانه صلى الله عليه واله كان الواسطه في هذه الوصيه اخذت وصيتي وعرفتها يعني علمت بما فيها لان رسول الله صلى الله عليه واله تلا على امير المؤمنين ما في تلك الوصيه قبل ان يسلمها اليه وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها الضمان لله باعتبار انه هو الموصي والضمان لرسول الله صلى الله عليه واله باعتبار انه الواسطه في ايصال هذه الوصيه الى امير المؤمنين وان الامر يتعلق بما يجري على اهل بيت الرسول صلى الله عليه واله وعلى امير المؤمنين وعلى الامه التي هي أمة الرسول صلى الله عليه وآله من بعد رسول الله في زمان أمير المؤمنين علي عليه السلام وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها فقال علي عليه السلام نعم بأبي أنت وأمي يعني فديت بأبي وأمي وللاختصار حذف الفعل بقي الضمير المتصل لأنه مو متصل بفعل بعد حذف الفعل انقلب إلى ضمير منفصل فديتا الفداء يعني البدل العوض وإنما تقال هذه الكلمة لتعظيم شخص بحيث أن الإنسان مستعد أن يجعل بدلا منه أعز ما يملك أعز ما يملك تكون فداء لك بدلا عنك فديت بأبي وامي صارت بأبي انت وامي. نعم بأبي انت وامي علي ضمانها وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. لأن الانسان كل نعمه له فإنما هي من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. التوفيق بأداء الفرائض من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق الإنسان. وما توفيقي إلا بالله. الله هو الذي يعين الإنسان على أداء الفرائض، ولكن على الإنسان أن يخطو الخطوة الأولى. أنت اقصد واعزم وتحرك والله يوفقك والله يعينك اما اذا واحد لا يقصد الطاعه ان الله لا يهدي القوم الظالمين ان الله لا يهدي القوم الفاسقين لكن الانسان اذا اقدم قصد مو فقط تمني مو مثل ذاك اللي يقول احب الصالحين ولست منهم لا انت احب الصالحين وحاول ان تكون منهم اذا حاولت ان تكون منهم محاوله جديه الله يوفقك لان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ليرحم خلق هذا الكون للرحمه فجميع الموجودات التي خلقها الله من الانسان والحيوان والجن والملائكة وغيرهم من الموجودات خلقهم الله سبحانه وتعالى ليرحمهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولاجل ذلك الله سبحانه وتعالى عبّد الطريق لينال الإنسان وغير الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى. اكو رحمة عامة في هذه الدنيا تشمل الجميع. أصل الخلق رحمة شملت الجميع. الرزق رحمه شملت الجميع. النعم الماديه رحمه شملت الجميع. انزال الكتب وارسال الرسل رحمه هذه للجميع. يبقى الرحمه الهامه والاهم اللي هي رحمه الاخره. هذا هنا يحتاج الى عمل من الانسان. انت اعمل الله سبحانه وتعالى يعطيك تلك الرحمه بفضل منه. فإذا الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان أراد الهداية يهديه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الأمير المؤمنين يقول علي الضمان يعني أنا أحاول بكل ما أوتيت من قوة أن أفي بهذه الوصية وبالوعد الذي وعدته بالوفاء بهذه الوصيه، لكن انا لوحدي لا اتمكن من ذلك الا بتوفيق من الله وعون من الله، وعلى الله عوني بفضله وتوفيقي على ادائها، يعني اتمكن من ان اعمل بهذه الوصيه كما اراد الله سبحانه وتعالى، زين فأمير المؤمنين ضمن بالوفاء بهذه الوصية بأن يؤديها، رسول الله صلى الله عليه واله شاهد وأراد أن يشهد الملائكة أيضا، من هذا أيضا الإشهاد من الأمور التي بها يتبين منزلة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين هم الأمة الوسط أو الأمة الإسلامية صارت أمة وسطة لوجود الأئمة فيهم ففي الحق حقيقة الأمة الوسط هم الأئمة كما ذكرناه مفصلا فيما مضى زين هؤلاء الأمة الوسط يشهدون يوم القيامة على الناس والرسول يشهد عليهم أيضا. لماذا يشهدون على الناس؟ ليتبين المؤمن من غير المؤمن العامل بالصالحات من غير العامل بالصالحات. زين لماذا يشهد الرسول عليهم؟ هم معصومون ويقومون بالوظيفة باحسن وجه لماذا يشهد الرسول عليهم يوم القيامه لبيان منزلتهم لان الناس في الدنيا عاده لم يراعوا حقوق الائمه عليهم الصلاه والسلام وخذلوهم ويخذلوهم الى الان لذلك الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يريد أن تظهر الحقائق جلية للناس الآن الناس هل يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى كلا وما قدر الله حق قدره لكن في يوم القيامة يتبين لهم جميعا الله لا يحتاج إلى ذلك لكن الحقائق يجب أن تظهر كما هي الأنبياء خذلهم الناس إلا القليل مما وفى لرعاية الحق فيهم في يوم القيامه تظهر منزله الانبياء وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام فشهاده الرسول على الائمه اظهار لمنزلتهم ولقدرهم فالحقائق تتبين بشكل واضح وبشكل جلي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا علي اريد اني اريد ان اشهد عليك. بموافاتي بها يوم القيامة يعني أشهد عليك يوم القيامة بأني قد وافيتك قد أعطيتك هذه الوصية في يوم القيامة أنا أشهد أمام الله سبحانه وتعالى في محكمة العدل بأني قد بلغت هذه الوصية لأمير المؤمنين علي عليه السلام فقال علي عليه السلام نعم اشهد أو نعم أشهد يعني اشهد الملائكة على ذلك، أنت شهيد وأشهد الملائكة على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه واله: إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك، جبرائيل أمين الوحي، وهو أفضل الملائكة، وميكائيل هو الذي الله سبحانه وتعالى أمره بالأرزاق، وهو بعد جبرائيل من أفضل الملائكة. إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك. الآن وهما حاضران معهما الملائكة المقربون. عزرائيل من الملائكة المقربين، إسرافيل نافخ الصور من الملائكة المقربين وغيرهم أيضا. لأشهدهم عليك. فقال نعم ليشهدوا. أمير المؤمنين مطمئن من أنه يفي بالوصية كائنا ما كانت حتى لو صعب وانا بأبي أنت وأمي أشهدهم يعني كما أنت يا رسول الله تطلب منهم أن يشهدوا علي انا أيضا اطلب منهم ان يشهدوا علي هذا الإنسان المطمئن المؤمن القوي هكذا يقول تريدون ان تشهدوا علي فأشهدوا وانا ايضا اشهد على نفسي فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه واله بذلك الملائكه طبعا كما ذكرنا في الحلقه الماضيه الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد وانت على كل شيء شهيد من اسماء الله الشهيد لانه العالم بكل شيء علمه حاضر في كل شيء، محيط بكل شيء. ولكن مع ذلك إظهارا للحقائق أمام عامة الناس أضاف شهداء آخرين. الله كافي من جهة الشهادة، وكفى بالله شهيدا، يعني كفى الله حال كونه شهيدا على الناس، وعلى غير الناس. الله كافي من هذه الجهة، ولكن لبيان المنزله الله سبحانه وتعالى يتخذ شهداء يشهدون. افضل الشهداء رسول الله، رسول الله صلى الله عليه واله. والائمه عليهم الصلاه والسلام. والانبياء وكذلك قد الله سبحانه وتعالى يتخذ من الملائكه شهداء. وايضا يتخذ من سائر الناس يشهدهم. على الانسان ويضاف الى ذلك حتى اعضاء الانسان تشهد عليه. سمعه، بصره، جلده كما في آيات كثيره لكي يتبين عدل الله تماما للجميع بشكل واضح ويتبين فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بشكل واضح وجلي. لان في يوم القيامه يوم الحق ذلك اليوم الحق هذه الدنيا أكو التباس لما تلبسون الحق بالباطل أكو باطل يصور بشكل حق حق يصور بشكل باطل أحيانا يشتبه الأمر على الناس فالحق ممزوج بالباطل أحيانا الإنسان يحتار لكن في يوم القيامة حق ماكو ما شيء باطل كل شيء على حقيقته ومن ضمن إظهار الحقيقة الشهود الله يشهد الملائكة يشهدون الأنبياء يشهدون الرسل يشهدون الأئمة يشهدون أعضاء الإنسان تشهد الإنسان هو نفسه يقر على نفسه السرائر تظهر كل شيء مكشوف مثل أفرض مثلا باب المثل واحد مجرم مثلا سارق اجى يسرق كاميرات خفية موجودة تسجل، اكو ناس ايضا من زوايا ينظرون اليه بالمحكمة الشهود يشهدون، الكاميرات الخفية تظهر امام العالم اجمع بالفضائيات المليارات قد يرون ذلك، والمجرم هو قد يضطر بأن يقر. بجرمه بعد ما حد يقول هذا ظلمه لا كل الدلائل القطعية هو هم يقر بذلك الآخرة هكذا يوم الحق ماكو باطل زين هذا الإشهاد كان زين شنو هي مضمون الوصية التي أنزلها الله على رسوله محمد ليسلمها لأمير المؤمنين علي عليه السلام بعد تفهيمه إياها الإمام الصادق يذكر للإمام الكاظم في هذا الحديث وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل عليه السلام في فيما أمر الله عز وجل بأمر جبرائيل يعني الأمر الذي أوصله الجبرائيل جبرائيل عليه السلام فالله أمر لكن جبرائيل أوصل الأمر فيصح أن نقول أمر جبرائيل تعبير مجازي وإلا هو الأمر من الله سبحانه وتعالى أن قال له يا علي تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله والبراءة, والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك فقال نعم يا رسول الله هذه فقرات من هذه الوصيه تفي بما فيها لان امر وامير المؤمنين وعد بان ينفذ ذلك الامر الوفاء بما امر به تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءه والعداوه لمن عاد الله ورسوله والبراءه منهم اولياء الله تواليهم تحبهم قلبا وتظهر هذا الحب في لسانك وفي عملك مو انه هذا ولي من اولياء الله ضعيف اتركه، لا، امير المؤمنين تنفيذا لهذه الوصيه يقول: الضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له، اذا ضعيف لكن له الحق اني اكون عونه، يصير بسببي قوي على من ظلمه. والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. واحد قوي شخصية له رئاسة في قبيلة في جيش له سطوة سلطة إذا ظلم أمنعه، إذا اغتصب حقوق الناس أرد حقوقهم لهم. فيكون ضعيف عندي لأن أنا قوي بالحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد مقتل عثمان حينما بويع عزل معاوية من الشام المغيرة بن شعبة كان يعلم أن معاوية لن يرضخ لهذا الأمر عشرين سنة بالشام موطد أركان ملكه كان أمير على الشام فيفعل ما يشاء وهو كان طامع في الرئاسة والخلافة وكان يدري أنه من الطريق الطبيعي ما راح يوصل إلى الخلافة مع وجود أمير المؤمنين علي بالنسبة للناس يرون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا يتركونهم ويبايعون أه طليق ابن طليق كلا لا يفعلون ذلك هو يدري أنه من الطريق الطبيعي ما راح يوصل فكان يريد من طريق آخر يوصل لذلك كان عشرين سنة هو أمير على الشام يوطد أركان ملكه بنال جيش الجيش الروماني جهز مرة ثانية بقالب إسلامي وكتم عن أهل الشام فضائل أمير المؤمنين وفضائل الصحابة المنتجبين وهكذا رباهم تربية كما يريد المغيرة بن شعبة يعلم بذلك فإجى إلى أمير المؤمنين وقال له أنه لا تعزله لأنه إذا عزلت هذا ما راح يستجيب وراح يصير اضطراب فأمير المؤمنين لم يصغ إليه المغيرة بن شعبة راح فكر قال زين احنا من علي بن من علي بن ابي طالب ما راح نقبض شيء بانه يعمل بالحق يعمل مثل ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه واله ما راح نحصل منه شيء فافضل شيء انه خل ملكه يضطرب اليوم الثاني اجى قال لا اعزله رايك في عزله كان صائب امير المؤمنين هو يعرف من المغيره بن شعبه قال هذا البارحه كان ناصح بس الان غاش البارحة من منطلق دنيوي كان ينظر إلى الأمر من منطلقه الدنيوي أنه خلي معاوية يبقى أن توطد أركان ملكك قوي نفسك بعدين عزلة لكن اليوم أيضا من منطلق دنيوي جاي لكن جاي يغش طبعا المغيرة كان انطلاقة دنيوي أمير المؤمنين لا انطلاقة كان أخروي الظلم الذي يجري من العمال هذا يسجل في صحيفة أعمال الخليفة والحاكم زين أنت تدري هذا ظالم ليش بقي ظلم يسجل في سجل أعمالك لذلك أمير المؤمنين كان يطلب الحق ما يطلب الدنيا لذا يقول وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر كما في نهج البلاغه. أمير المؤمنين يقول أنه لولا تقال كنت أدهى العرب، يعني أفهم الموازين الدنيوية، لكن أفهم الموازين الأخروية أيضاً وأرجح الموازين الأخروية على الموازين الدنيوية. البعض يستشكلون مثلاً لأنهم لا يفهمون الحق يقولون لماذا أمير المؤمنين مثلا لم يفعل كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا، ما داهن، ما سايس حسب تعبيرهم. زين هم يريدون ان يكون علي بن ابي طالب كمعاويه. هي المشكله في الاسم؟ لا المشكله في الحق. لذلك رسول الله يقول لامير المؤمنين في هذه الوصيه وكان مكتوب في هذه الوصيه تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله إذا هو مؤمن تواليه والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله والبراءة منهم البراءة والعداوة والبراءة هذا إما تأكيد وإما البراءة الأولى قلبيه العداوه باللسان والعداوه بالعمل والبراءه الثانيه باللسان قلبك يكون بريء ممن عاد الله ورسوله ولسانك يتبرا منهم وبالعمل تعاديهم يعني شنو يعني ما تخليهم يظلمون لا تعطيهم السلطات لكي يظلموا الناس وامير المؤمنين في طول حياته مشى على هذا. كان يوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله. على الصبر منك وعلى كظم الغيظ. هذا مو سهل. الذين يعادون الله ورسوله وفيهم المنافقون، هذول حسب تعبيرنا ما يقعدون راحه. يؤذونك. ما دام مصالحهم الباطلة مضروبة ما راحوا يقعدون راحة، راحوا يأذوك على الصبر منك وعلى كظم الغيظ هذا الغيظ الذي في صدرك بسبب سوء أعمالهم تكظمه والكاظمين الغيظ وعلى ذهاب حق الرسول صلى الله عليه واله يذهبون حق الرسول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول حق الرسول راح. حق الرسول ان يطاع فيما امر وفيما نهى وان لا يبتدع في دينه هذا حق الرسول. لكنهم خالفوا اوامر الرسول. خالفوا نواهي الرسول. ابتدعوا في الدين ايما بدع تصبر على ذلك وغصب خمسك حقك ايضا من الخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى يعني الائمه عليهم الصلاه والسلام غصبوه وانتهاك حرمتك هجموا على داره قيدوه سحبوه كالجمل المغشوش كما في نهج البلاغه وصنعوا ما صنعوا بداره وبزوجته فاطمه الزهراء سلام الله عليها لازم تصبر على ذلك فقال نعم يا رسول الله هسه البعض يجي يسال يقول كيف امير المؤمنين لم يجرد سيفه حينما هاجموا على بيته قيدته وصيه من اخيه مو التوحيد اهم الامور؟ التوحيد اهم الامور، هارون وصاه موسى بأن لا يفرق بين بني اسرائيل مع انهم عبدوا العجل، القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول ذلك: اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يعني هارون عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لهم نهاهم حينما عبدوا العجل لم يسكت نهاهم لكنه لم يجرد السيف رعاية لوصية أخيه موسى عليه السلام اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في يوم السقيفه لم يصرح احد بالشرك بالله سبحانه وتعالى ولا عباده غير الله سبحانه وتعالى وانما انكروا امامه امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام الاصل الثالث من اصول الدين بقضية موسى وهارون والعجل، عجل السامري انكروا الاصل الاول اللي هو التوحيد، ومع ذلك هارون لم يجرد سيفه لأن يفرق بين بني اسرائيل. في يوم السقيفه لم ينكروا التوحيد. لم ينكروا نبوه رسول الله صلى الله عليه واله، وانما انكروا امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. فأمير المؤمنين بوصية من الرسول صبر لأنه إذا ما كان يصبر كان يجرد السيف، كانت تصير قتال داخلي بين المسلمين، وكان المشركون يستغلون ذلك، وكانوا يأتون ويقضون على الدين من أساسه ومن أصله، كل الدين كان يروح، فقال نعم يا رسول الله، ولهذه الوصية تتمة نتركها في حلقةٍ قادمة ان شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين